Cara kita dapat ilmu.
你接着。الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة السماء
صلى للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله
شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك لك، الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما
كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واحشرنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ورحمه عند الموت ومغفره بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاه من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك علما نافعا ونسالك رزقا طيبا ونسالك عملا متقبلا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحيتنا فيها سلام. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم الشرع عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في الكتاب من الشكوك تلقى الكتاب سكينه النجاه. Hari ini ada dua sah di masjid, jadi memang kira mahal.